Когда я говорил в Америке с ним, он был еще в сомнениях. В сомнениях по поводу перспектив? Я ему сказал, мы здесь будем лучше и надолго. Но что он прилично с хохотом смеялся. Мы здесь будем чемпионами и надолго в этом месте. السلام عليكم إخواني في حلقة جديدة وملخص UFC 294 بأبوظبي. نذكركم بالدعاء لإخواننا بالثبات ولشهدائنا بالرحمة. نبدأ بعد هذا الفاصل بإذن الله. فوز رائع جدا اسكت به اسلام المشككين واخرس به الكارهين والحمد لله. انهاء بشكل رائع خاصة كونه اتى بسترايكينج ضد احد كبار اللعبة واهم سترايكرز بها وهيد كيك مثالية. سنجد كما قال المعلقين والمحللين وكما صرح اسلام انه كان يغذيه بودي كيكس ليخادعه بهيد كيك وخاصة طلب الاخضاع ذلك والكلينش. هيأ لي فولكانوفسكي ان اسلام او تهيأ لي فولكانوفسكي ان اسلام سيعتمد هذه المرة على المصارعة وان البودي كيكس والكيك الأمامية لإبعاده والتحكم بالرينج فقط مع أن التحذير عفوا قد أتى قبلا كما نرى هنا ومع ذلك عقله الباطني خانه. فنجد هنا لما إسلام أخرجها سترى ميلان فولك لليمين مع الجارد لحماية جسده وهنا هيأ رأسه بدون وعي لركلة إسلام وبعد هذا كانت بداية النهاية ونهاية ما كان متعلقا بقتالهما الأول ليثبت إسلام تفوقه ويدافع عن لقبه للمرة الثانية. إلى هنا نأتي لنهاية هذا الملخص التحليلي. كارد كانت رائعة في مجملها وفرحتنا اكتملت بفوز معظم مقاتلينا وحظا أوفر لمن خسر. أتمنى أن الحلقة أعجبتكم. لا تنسوا الاشتراك وضغط زر اللايك. السلام عليكم ودمتم في أمان الله.